وصل فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية إلى مدينة اسطنبول التركية للمشاركة في القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي حول القدس. وستبحث قمة اسطنبول التي دعا لها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمشاركة ممثلي 48 دولة بينهم 16 زعيما إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والخطوات التي ستتخذ ردا على قرار ترامب بخصوص القدس ونقل السفارة الأمريكية إليها. وسيلقي رئيس الجمهورية في القمة كلمة بلادنا في القمة التي ستؤكد موقف اليمن الرافض لذلك القرار والداعم لتحقيق السلام في المنطقة من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو ما توافق عليه المجتمع الدولي ونصت عليه قرارات الأمم المتحدة. وكان فخامة الرئيس أكد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية 7 قبل مغادرته مقر إقامته المؤقت في العاصمة السعودية الرياض متوجها إلى اسطنبول أن القدس قضية فلسطين هي قضية العرب والمسلمين الأولى والتي تهم العالم بأسره وتحديدا أكثر من 1.5 مليار حول العالم. وصل فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية مساء اليوم إلى مقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض بعد مشاركته الناجحة في أعمال قمة القدس الاستثنائية التي عقدت بمدينة اسطنبول بجمهورية تركيا. وقد ألقى فخامة الرئيس كلمة بلادنا في القمة والتي عبرت عن أهمية القدس ومكانتها للعرب والمسلمين والشعوب الحية جميعا، مؤكدا بأن الأمة الإسلامية قادرة بما لديها من الإمكانيات على الانتصار للقدس الشريف وللقضية الفلسطينية ولكل القضايا الإسلامية. وقال رئيس الجمهورية إننا في اليمن سوف نعمل بكل جهودنا لتحقيق المزيد من التكاتف والتضامن الإسلامي وتحقيق النتائج والقرارات التي تخدم القضية الفلسطينية لتبقى القضية المحورية الأولى حتى تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة. رافق فخامة الرئيس كل من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي ومستشاري رئيس الجمهورية دكتور رشاد العليمي وسلطان العتواني وعوض بن الوزير ومدير مكتب رئاسة الجمهورية دكتور عبد الله العليمي. أكد فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية أن معاناة الشعب اليمني لن تطول وأن فجر الحرية والإنعتاق من براثن الكهنوت قريبة لا محالة بفضل وعي وتضحيات شعبنا التواق للعدالة والمساواة والحكم الرشيد في ظل يمن اتحادي عادل ومستقر. وأشاد رئيس الجمهورية خلال استقباله بمدينة اسطنبول التركية عددا من ممثلي الجالية اليمنية في تركيا بدعم وإسناد قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لليمن وشرعيتها الدستورية. وفي اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي رحب فخامة الرئيس بالجميع واضعا أمامهم صورة موجزة لواقع اليمن وما شهده ويشهده من تطورات ميدانية على مختلف المستويات كنتاج للحرب التي فرضها الإنقلابيين الحوثيين واقعا على شعبنا اليمني بغية تنفيذ مخططات إيران في اليمن، لافتا إلى ما خلفه الإنقلابيين من دمار ومآس وقتل وتشريد طالت كافة أطياف المجتمع من أبناء شعبنا اليمني الذين فرضت عليهم الظروف الهجرة والتشتت والنزوح. وأكد فخامة الرئيس أن الدولة تولي اهتماما بأوضاع الجاليات اليمنية في الخارج وكذلك أوضاع الطلاب رغم المعاناة والظروف التي لن تقف حائلا أمام الاهتمام بحال وأوضاع المواطن اليمني. حضر نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الجلسة الافتتاحية لقمة الأمن الإقليمي حوار المنامة في نسخته 13. وألقى وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة كلمة رحب في مستهلها بانعقاد الاجتماع السنوي لحوار المنامة الذي يعتبر خلاصة مهمة لمختلف التجارب الفكرية والسياسية والعسكرية. وتطرق للأوضاع في اليمن وقال إن ميليشيات الحوثي الإرهابية انقلبت على كل الاتفاقيات التي حظيت بإجماع محلي وإقليمي ودولي وتسعى اليوم جاهدة لأن تجعل اليمن نسخة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأكد الوزير البحريني أن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية قرر عدم السماح لهذه الميليشيات الإرهابية وقرر النضال لأجل عدم إخضاع اليمن وأبنائه لسطوة وصلف هذه الميليشيات الإمامية. كما حضر نائب رئيس الجمهورية الجلسة المتبقية والتي تحدثت عن السياسة الأمريكية واستقرار الشرق الأوسط.
التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح وزير المملكة المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أليستر بيرت على هامش قمة الأمن الإقليمية 13 حوار المنامة، وجرى خلال اللقاء مناقشة المستجدات السياسية وتطورات على الساحة الوطنية وما تقدمه المملكة المتحدة من دعم ومواقف إيجابية مساندة للشرعية. وثمن نائب رئيس الجمهورية المواقف الداعمة لبريطانيا ودورها البناء في مساندة اليمنيين ضمن المجتمع الدولي، منوها إلى الأحداث التي تعيشها اليمن في ظل انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية. وأكد حرص الشرعية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية على تحقيق السلام الدائم المبني على مرجعيات الثلاث والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن انقلاب ميليشيات الحوثي الكهنوتية على كل التوافقات المحلية المؤيدة إقليميا ودوليا وانتهاكاته الجسيمة بحق أبناء الشعب اليمني وتهديده للأمن والسلم الدوليين. وتطرق الفريق محسن إلى الجهود التي تبذلها الشرعية في استعادة المسار السياسي واستعادة الدولة اليمنية وتطبيع الأوضاع وجهودها الحثيثة في إنهاء الانقلاب ومحاربة الإرهاب. التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول بيوزيف فوتيل على هامش انعقاد قمة الأمن الإقليمي حوار المنامة في نسختها 13، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومجالات التعاون في مقدمتها التعاون في المجال العسكري. وأعرب نائب رئيس الجمهورية عن اعتزازه بما يربط اليمن والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات تاريخية وطيدة في كافة المجالات وخاصة في المجال العسكري والدفاعي، مثمنا دعم الولايات المتحدة للشرعية ووقوفها إلى جانب أبناء الشعب اليمني. وأشار إلى المخاطر التي تتعرض لها اليمن جراء استمرار استيلاء ميليشيات الحوثي الانقلابية على السلطة في اليمن، وبدعم وتمويل من إيران والتداعيات الأمنية على الملاحة الدولية والسلم والأمن الدوليين. وأكد نائب رئيس بأن الشرعية وبدعم من دول التحالف العربي مستمرة في إنهاء الانقلاب ومحاربة الإرهاب والحد من تهريب إيران للأسلحة. وعبر عن آمال القيادة السياسية في تعزيز علاقات التعاون في المجال العسكري بما يحد من أعمال إيران والجماعات الإرهابية العدائية تجاه أمن اليمن والمنطقة. أشاد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح بموقف أعضاء مجلس الشورى المساند للشرعية والرافض لانقلاب ميليشيات الحوثي، مشددا على أهمية استئناف عمل المجلس بما يحقق استعادة كل مؤسسات البلد التي استغلتها الميليشيات الانقلابية في شرعنة انقلابها وفرض سطوتها على أبناء الشعب اليمني. وناقش نائب الرئيس خلال لقائه عددا من أعضاء مجلس الشورى المستجدات وجهود تفعيل دور المجلس، مؤكدا اهتمام الشرعية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية بعودة عمل المجلس وتلبية متطلباته في إطار جهودها المدعومة من دول التحالف لإسقاط الانقلاب وبسط سلطة الدولة. وتقدم أعضاء مجلس الشورى برؤاهم حول الأحداث الجارية وما تشهده محافظات الجمهورية من سخط شعبي يتفاقم كل يوم بفعل انتهاكات الحوثيين وممارساتهم الإجرامية. ناقش نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح في لقائه برئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بمستجدات الأوضاع وجهود تطبيعها في المناطق المحررة ومختلف القضايا ذات الصلة بالشأن العام. واطلع نائب رئيس الجمهورية على الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات وجهود بسط سلطة الدولة واستتباب الأمن في المدينة وإعادة إعمار ما خلفته الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، مشيدا بما بذلته الحكومة في هذا الإطار. وأكد نائب الرئيس خلال اللقاء على المسؤولية الملقاة على عاتق الشرعية وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود وتلبية متطلبات المواطنين وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وإعادة الإعمار وتخفيف المعاناة على الشعب اليمني، مشيرا إلى توجيهات فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبد الرب منصور هادي في هذا الجانب. وتطرق اللقاء إلى ما شهدته العاصمة صنعاء وعدد من محافظات الجمهورية من أحداث أدت إلى استشهاد عدد من قيادات وكوادر الوطنية للحزب المؤتمر الشعبي العام في مقدمتهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، مؤكدين وقوف الشرعية إلى جانب كل أبناء الشعب اليمني في معركته ضد جماعة الحوثي الانقلابية.
التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح السفير الألماني لدى بلادنا هانز يورك هايبر لمناقشة المستجدات والتطورات على الساحة الوطنية والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وثمن نائب رئيس الجمهورية دور ألمانيا وموقفها الداعم للشرعية، منوها بالعلاقات التاريخية بين اليمن وألمانيا ومجالاتها المتعددة، وتطرق إلى ما يشهده اليمن من انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية والجهود التي تبذلها الشرعية بدعم من التحالف العربي لدحر الانقلاب وتحقيق مصلحة الداخل والخارج والإسهام في حماية الأمن والسلم العالميين، مؤكدا حرص الشرعية على السلام وخوضها لأجل ذلك العديد من الجولات برعاية الأمم المتحدة في وقت حرص الحوثيين على إفشال كل جهود الحوار. وقال الفريق محسن: الحرب لم يكن خيارنا، وإنما فرضه الانقلابيون الحوثيون الذين هددوا الشرعية والديمقراطية والحياة الآمنة في اليمن، منوها إلى مختلف الاتفاقات التي وقع عليها الحوثيون ونقضوها وتمردوا عليها. حضر رئيس مجلس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر في العاصمة المؤقتة عدن حفل تكريم أوائل الجمهورية على مستوى كافة المحافظات للعام الدراسي 2016-2017 للقسمين العلمي والأدبي الذي أقامته وزارة التربية والتعليم برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية. وفي الحفل ألقى رئيس الوزراء كلمة نقل في مستهلها تحيات ومباركة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي لأبناء الطلاب المتفوقين والمتميزين، مشيرا إلى أن الحكومة أولت التعليم اهتماما كبيرا، وذلك من خلال بناء المدارس وتشييد الجامعات والصروح العلمية. وقال رئيس الوزراء: إذا أردنا أن نجنب بلادنا ويلات الحروب والاقتتال، فعلينا بالاهتمام بالعملية التعليمية وتسخير كافة الإمكانيات لبناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة، يصعب على أي جماعة كهنوتية متخلفة أن تمارس عليه التضليل والخداع، مشددا على أن العلم هو الطريق الوحيد لأي شعب يتطلع لمستقبل آمن ومشرق. وأضاف أن الإصرار على إقامة هذا الحفل التكريمي لأبنائنا الطلاب وبناتنا في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا جراء الحرب الظالمة للميليشيات الحوثية وانتهاجها لسياسة التدمير والجهل، حيث قامت بتغيير المناهج الدراسية وبما يخدم ويتوافق مع نهجها السلالي العنصري في التجهيل. لذلك اليوم نكرم أوائل الطلاب الذين اجتهدوا وبذلوا جهودا لينالوا ثمرة هذا الجهد. استعرض رئيس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر مع السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية على ضوء التطورات الأخيرة الجارية في صنعاء وما تقوم به ميليشيات الحوثي من جرائم وانتهاكات خطيرة لتصفية قيادات وكوادر حزب المؤتمر الشعبي العام عقب إعدامها للرئيس السابق علي عبد الله صالح. وناقش اللقاء خطورة تصعيد ميليشيات الحوثي الإمامية والدور الإيراني المستمر في دعم تمردها على الإدارة المحلية والقرارات الدولية، بما في ذلك ما يجري من أحداث مؤسفة في صنعاء وغير مقبولة لتجاوزها كل التصنيفات جرائم الحرب الفاشية والوحشية في صنعاء، وتبادل وجهات النظر حول التنسيق المشترك لإنقاذ المدنيين في مناطق سيطرة الميليشيات من المجازر الوحشية والتصفيات والاعتقالات واقتحام المنازل وتفجيرها والنهب الممنهج، وما يمكن القيام به في هذا الجانب عبر الأطر الأممية والدولية، بما في ذلك دعم الحكومة الشرعية والتحالف العربي لاستكمال الحسم العسكري وإنهاء المشروع التخريبي والتدميري الإيراني في اليمن. استقبل رئيس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر السفير الصيني لدى بلادنا تيان شي لمناقشة التعاون بين البلدين وآليات تعزيزها وتطويرها، فضلا عن التطورات الأخيرة الجارية في صنعاء وتفاقم الأوضاع الإنسانية. وأطلع بن دغر السفير الصيني على التداعيات الخطيرة الجارية في صنعاء عقب إقدام ميليشيات الحوثي على قتل الرئيس علي عبد الله صالح بعد دعوته للانتفاضة الشعبية ضدهم، وما ترتكبه حاليا ضد قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام من عمليات تصفية واعتقالات وإخفاء قسري، مؤكدا أن تصرفات ميليشيات الحوثي الانقلابية ومن ورائها إيران تعمق من حجم المعاناة الإنسانية وتقضي على فرص الحل السلمي. وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع اليمن لممارسة الصين على المستوى الثنائي أو عبر الأطر الدولية ممثلة بالأمم المتحدة ومجلس الأمن مزيدا من الضغوط على إيران للكف عن مشروعها التدميري في اليمن ووقف تدخلها السافر في الشؤون الداخلية ودعم ميليشيات متمردة على الإرادة الشعبية وقرارات الشرعية الدولية، مشيدا بالدعم الصيني المستمر للحكومة اليمنية الشرعية وحرصها على بذل كل الجهود من أجل إعادة الأمن والاستقرار للشعب اليمني.
قدم رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر مساء أمس في العاصمة السعودية الرياض واجب العزاء والمواساة في وفاة الفنان الكبير أبو بكر سالم بلفقيه الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة زاخرة بالعطاء الفني والشعري والأدبي. هذا وكان في استقبال رئيس الوزراء أبناء المرحوم أديب وأصيل وأحمد وأليف أبو بكر سالم وأهل وذوي فقيد الوطن والأمة العربية الفنان أبو بكر سالم بلفقيه. وقال رئيس الوزراء إن رحيل الفنان العملاق أبو بكر سالم يعد خسارة كبيرة على الواقع الفني والثقافي والإبداعي، وليس على مستوى اليمن فحسب وإنما على مستوى الخليج والمنطقة العربية قاطبة، حيث ملأ الدنيا طربا وحضورا واسعا على مدى مشواره الفني. وقرأ رئيس الوزراء الفاتحة على روح الفنان أبو بكر سالم داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وثمن أولاد الفنان المغفور له بإذن الله هذه اللفتة الكريمة من رئيس الوزراء بحضوره شخصيا لتقديم واجب العزاء الذي يعكس حرص الحكومة اليمنية على التاريخ الفني لوالدهم الذي وهب حياته للفن وساهم إلى حد كبير في نشر الأغنية الحضرمية وألوان أخرى من ألوان الفن الغنائي اليمني كالعدني والصنعاني واللحجي والحجازي والخليجي عموما، وانطلق بالأغنية اليمنية إلى مستوى من الرقي. استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر عددا من قيادات المحافظات الجنوبية وفي مقدمتهم اللواء محمد صالح طماح. في بداية اللقاء رحب رئيس الوزراء بالقيادات العسكرية والمدنية مشيدا بدورهم الكبير في خدمة الوطن والمواطن كلا بمركزه وصفته، وخاصة في مثل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا جراء الحرب الهمجية الظالمة التي شنتها ميليشيات الحوثي الانقلابية على الدولة وغزوها جميع المحافظات وتدميرها للبنية التحتية ونهبها لثروات الشعب استغلالها لصالح مجهودها الحربي. استمع رئيس الوزراء إلى اللواء محمد صالح طماح وعددا من القيادات الجنوبية الذين أشادوا بالجهود الكبيرة لدولة رئيس الوزراء وعودته إلى العاصمة المؤقتة عدن في ظل ظروف صعبة والعمل على تطبيع الحياة في المحافظات المحررة وتوفير الخدمات للمواطنين ولملمة الصف الداخلي والتغلب على الخلافات التي قد تؤدي إلى الفوضى والعنف والتي لا تخدم غير الأعداء، مشيرين إلى أن الدولة الاتحادية المكونة من 6 أقاليم أوجدت حلا عادلا للقضية الجنوبية، مطالبين بسرعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وخاصة الأقاليم. شارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي بمدينة اسطنبول في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة تداعيات القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية للقدس. قال وزير الخارجية في الاجتماع: أساس تضامننا الإسلامي والعربي هو قضية فلسطين، ونحن اليوم مطالبون باتخاذ قرارات وإجراءات تجعل الولايات المتحدة الأمريكية تتراجع عن قرارها وأعرب عن موقف اليمن الثابت في اعتبار فلسطين هي القضية المركزية للأمة وأن القدس عربية وعاصمة لفلسطين، مجددا رفض اليمن للقرار والمستنكر له والداعي لاتخاذ قرارات تؤدي إلى التراجع عنه والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في القدس. We'll be right back.